يوم 41 على انطلاقة الانتفاضة الشعبية، حسم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري أمره بعدم تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة ليس أنا بل أحد آخر. يأتي موقف الحريري بعد استنفاد جميع الطرق والمشاورات، وبعد ساعات شهدت تطورا أمنيا كاد يفجر البلد، وانقسم الشارع إلى شارعين محتقنين. أنا أعتقد بأن كل القوى السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي كان عليها الخيار بين أن يكون الرئيس سعد الحريري على رأس حكومة تكنوقراط أو يكون غير الرئيس سعد الحريري على رأس حكومة تكنوسياسية. بالأخير تم التوصل إلى حكومة تكنوسياسية يرأسها شخصية غير الرئيس سعد الحريري. وفي حين لم يطرح الاسم الجديد الذي سيشكل الحكومة، تشير المعلومات إلى 4 شخصيات تحظى بمصداقية لدى كل القوى السياسية، لكن الأساس هو التوافق على أعضاء الحكومة. التشكيلة الحكومية المقبلة والرئيس المقبل رهن الامتحان الصعب، والثقة هي أهم وأخطر الامتحانات التي تقف في وجه الحكومة المقبلة وفي وجه رئيسها المقبل. وبانتظار الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة المرجح أن تتم قبل نهاية الأسبوع، يتزايد الخوف من انزلاق الشارع إلى مزيد من الاحتكاكات في ظل تصاعد اللغة الطائفية. السلطة أمام اختبار جديد، فإما السير بحلول جدية تجنب البلد مزيدا من الانزلاقات، وإما تصعيدا في الشارع الذي يراقب وينتظر ويعرف أن صوته بات مسموعا. حنان عيسى، الغد، بيروت.